ازيكم جميعا، اهلا بيكم على قناة بيموزة. ان شاء الله دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة هنعرف ازاي نعمل مع بعض البابلز ماسك او ماسك الفقاعات، اللي هو بيتنفش في الوش كده، بيبقى ماسك عادي وبتحطيه على وشك بيتنفش، بيعمل رغوة كبيرة كده. الماسك ده معروف ومشهور بكذا اسم، فيه معروف ان هو اسمه ماسك الفقاعات الكوري او قناع الاكسجين او ماسك التيني، يعني ليه كذا اسم موجودين كتير. بقالي فترة بدور عليه عاوزة اجربه، فما لقيتش، مش متوفر قوي غير على النت، موجود على مواقع البيع الاونلاين المعروفة على النت بس طبعا لقيته بسعر صادم. يعني انا بقالي فترة عاوز اجيبه وسعره هو اللي مخليني مترددة ان انا ادفع مثلا 500 جنيه في ماسك يعني. فكنت بدور على مكوناته علشان كده، يعني استنيت شوية يمكن سعره ينزل، مفيش فايدة. فقررت وجمعت لكم مكوناته فعلا. والصدمة بقى ان مكوناته يعني ما تجيبش 25 جنيه، يعني ما تعديش 20-25 جنيه بالكتير. اكتر ميزه بتميز ماسك الفقاعات هو احتوائه على الاكسجين. الاكسجين بيخلي البشره تتنفس، لانه بيعمل تنظيف عميق للبشره مع باقي المحتويات طبعا اللي هقول لكم عليها، وهوريكم ازاي هو بينفش، يعني هتلاقوا ضعف حجمه كتير، هو ده اللي بيحصل على الوش برضه. بيفتت اي دهون متراكمه، اي اتربه، او زوايد جلديه، جلد ميت، اي حاجه على الوش. الماسك ده هايل في ان هو بيفتتها، بيزيل الرؤوس السوداء تماما، بيفتت الرؤوس السوداء وبيفككها ومن اول مره. اكيد برضو مع يعني مع كل المميزات دي هتلاقيه برضو عمل لك تقشير، يعني هو منه ماسك ومنه مقشر في نفس الوقت، وبينعم البشره جدا. مكونات الماسك كلها طبيعيه، ما فيش منها اي ضرر، لكن يفضل ان تجربيه على ظهر ايدك قبل ما تحطيه على وشك. هو على فكره مناسب لكل انواع البشره بس ما عدا البشره الحساسه اللي هي اللي بتلتهب بسرعه وبتحمر بسرعه، فدي يفضل ان هو ايه تبعدي عنها علشان ما يسببلكيش اي التهاب ولا اي احمرار على وشك. مكونات الماسك ايه بقى؟ طين او طمي ممكن موجود، ده كل الحاجات دي موجوده عند العطارين. طمي مغربي، طمي نيلي، اللي تلاقيه موجود، المهم ان هو ايه يعني طمي. الكربونات اللي احنا عارفينها اللي بنحطها اوقات كتير على الاكل دي، اللي هي كربونات الصوديوم، برضو من عند العطار. فحم، اللي انا جايبه الفحم مطحون جاهز برضو من عند العطار، او ممكن تجيبي قراص الفحم اللي احنا عارفينها دي وتطحنيها بنفسك، تمام. وازازه كريم اكسجين، مش ميه اكسجين، كريم الاكسجين اللي احنا بنحطه على الصبغات وكده. ده هاتي تركيز، ده كام في المية؟ ده تركيز 6%، يعني مش عالي، يعني مش تركيز مش عالي، المهم تجيبيه 6%، ما تجيبيش اكتر من كده. تمام. وممكن نص ليمونة، هنضيف النص ليمونة وهنشوف ازاي هنعمل ايه بقى. خليكم معايا عشان تعرفوا بالظبط طريقة عمل الماسك. جيبي طبق، تمام، بناخد يعني نص معلقة كده، نص معلقة من الطم، ومعلقة من الفحم، تمام، بنقلب كويس او نص معلقة من الكربونات، نقلب المكونات الناشفة كويس زي ما انتم شايفين كده، نمزجهم مع بعض كويس، الفحم مع الطمي مع الكربونات، وبعدين بقى بنضيف كريم الاكسجين ونقلب المكونات بتاعتنا لحد ما تمتزج مع بعض. عايزه اقول لكم بس ملحوظه، ان هو يفضل ان انت تحطيه على وشك اول ما تعجني كده، ما تستنيش بقى لما ينفش في الطبق، لا انت خليه ينفش على وشك، لان النفشه على الوش دي يعني بتشيل وبتفتت اي حاجه زي ما قلت لكم كده. اهو خلاص كده عملناه، ده كده اول ما يتعمل بسرعه حطيه على وشك علشان ينفش على وشك، مش ما ينفش في الطبق، تمام. بتكوني غاسله وشك كويس خالص ومنشفاه بالفوطه كويس او بالمنديل، يعني المهم وشك ما يكونش مبلول خالص. هتشوفوه دلوقتي لما حجمه بيتضاعف، هو برضو حجمه هيتضاعف وهو على وشك. يبقى بتحطيه على بشره جافه وتكوني منشفه وشك كويس، بيتساب بالظبط حوالي 5 دقايق، ما بتفركيش فيه ولا بتعملي اي حاجه، هو انت بتسيبيه كده ينفش على وشك وبتحسي كده بزغزغه بسيطه، بتحسي بصوت النفشه كده على وشك، بتسيبيه وبعد الـ5 دقايق بقطنه كده بتمسحيه، بيتمسح بكل سهوله
وبعدين بتشطفي وشك وبتكوني محضره التونر بتاعك وتمسحي بيه على وشك. لو ما عندكيش تونر بتجيبي قطنه، بتجيبي ميه ساقعه وتبلي فيها قطنه وتمشيها وتمسحي بيها على وشك كله. بعد الماسك ده اهو بدا ينفش اهو، نتيجته هايلة على فكرة، وانا جربته اكتر من مرة لبشرتي ومن جماله، يعني انا كررته كذا مرة من جماله والنتيجة الهايلة اللي انا بشوفها. بس انا عندي ملحوظة عاوزة اقولها لكم تخلي بالكم منها، ان تكرار الماسك ده على فترات قريبة بيسبب جفاف للبشرة، عشان كده يفضل انه يتعمل مرة كل اسبوعين او مرة كل 3 اسابيع. يا رب بس ايه اكون في التوكو، لاني انا فعلا استفدت من الماسك ده اهو. بص حجمه بيتضاعف اهو، نفش اهو، خرج بره الطبق. هو هينفش برده كده على وشك، وامن على فكره المكونات طبيعيه كلها زي ما قلت لكم، والسعر مش غالي ولا حاجه، ومش هتلاقي على فكره يعني عشان بتبقي عارفه، مش هتلاقي المكونات يعني اكتره اللي مجربه وعامل عنه ريفيو جايبينه جاهز. فهو دي بقى الطريقه اللي ايه ازاي تجيبي المكونات. وانتي لو بشرتك دهنيه شويه ومليانه بقى حاجات، ممكن تضيفي عصره ليمون، عشان الليمون مفيد جدا للبشرة الدهنية. الليمون برضو بصوا اهو عمل رغاوي وبينفش، هو هبط شوية بس بيرجع ينفش تاني. هو جميل جدا ومفيد، بس زي ما قلت ما تزوديش وضعه على بشرتك اكتر من 5 دقايق، وما تكرريوش على فترات قريبة. ويا رب اكون فدتكم، ولو حابين تفيدوا غيركم شيروا الفيديو وفرجوه لاصحابكم ولقرايبكم، وما تنسوش اللايك لو عجبكم، واتمنى اشوفكم بخير. سلام.